لنؤكد أن الأزمة الراهنة هي أزمة عراقية بامتياز، هي أزمة وطنية داخلية، هي لازم ليست أزمة خارجية، وبالتالي نحن لا ندعو الدول حتى الصديقة منها للتدخل في الشأن الداخلي، هذا واحد. لكن ما سيحصل في العراق سوف ينعكس سلبا أو إيجابا في دول الجوار، وإحنا وصلنا اليوم إلى في هذه الأزمة التي نشهدها. حقيقة الأمر العراق اليوم أصبح على مفترق طرق، والقضية لا تتعلق اليوم ب يعني لم تعد حتى القضية قضية الهاشمي اليوم، قضية صالح المطلق، المعتقلين وكذا إلى آخره. اليوم مستقبل البلد حقيقة الأمر أصبح في مفترق طرق، هذه هي القضية الأساسية. والمشكلة الأساسية التي يواجهها العراق اليوم هي أزمة حكم. أما أن نقبل على الوضع الذي تكرس منذ عام 2006 وشهدنا فيه انحرافا تدريجيا منهجيا من البناء الديمقراطي الحقيقي للعراق إلى استقطاب سلطة سوف يقود في نهاية المطاف، فيما لو أغمض السياسيون أعينهم عما يحصل هو إعادة بناء وتشكيل نظام ربما سيكون نظام استبدادي. هذه الخطورة اليوم حقيقة هذا هو مصدر الخطر الكبير الذي يواجه العراق، يواجه العملية السياسية. هناك اليوم انحراف حقيقي ومنهجي باتجاه الاستبداد، هذا ينبغي أن يتوقف ونعيد تصويب مسار العملية الديمقراطية، مسار العملية السياسية باتجاه بناء بلد ديمقراطي حقيقي وفي من كل المعايير الديمقراطية المعهودة التي يعلمها المجتمع الدولي، سواء ما يتعلق بالتبادل السلمي للسلطة، ما يتعلق بمحاربة الفساد والشفافية، ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، ما يتعلق باحترام الدستور وإلى آخره.